وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. تمر علينا هذه الأيام ذكرى واقعة الطف ووقوف الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء رافضا كل أنواع الظلم والفساد في منازلة كبيرة بين قوى الحق وقوى الباطل. هذه الثورة العالمية التي يستمد منها كل الثوار عزيمتهم لن تغيب عن ساحات الاحتجاجات والتظاهرات التي تحدث في العراق اليوم، رافضين أيضا كل أنواع الفساد والظلم والامتيازات التي يتمتع بها المسؤولين، بينما يزداد في المقابل الجوع وتفشي المرض والجهل. لماذا نسرق ونقتل وتستباح حقوقنا باسم الدين والمذهب والطائفة؟ ولماذا يستخدم السياسيون الخلافات المذهبية كأداة لديمومة بقائهم؟ وهل أن سبب مشاكلنا في العراق هو تسييس الدين وتدين السياسة؟ وهل أن الأحزاب السياسية تنتهج النهج الديني أم أن الدين منها براء؟ ولماذا تحولت الشعائر الحسينية في عموم العراق إلى هتافات ضد المسؤولون؟ ما هو مستقبل التظاهرات في العراق المعبرة عن رفض الأداء السياسي؟ هذه الأسئلة نطرحها على ضيوفي، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا كادر البرنامج من محافظة الديوانية. مرة أخرى يخرج متظاهرو الديوانية وللجمعة الثالثة عشر بكراديس شقت شارع المواكب الحسينية بهتافات وشعارات استلهمت من ثورة الإمام الحسين عليه السلام معنى الإصلاح ورفض الظلم والوقوف بوجه الفاسدين من حكومات محلية وأحزاب متسلطة. المواكب التقليدية عبارة عن لطم وبكاء وحزن، احنا عندنا تقدير كامل لهذه الأمور، ولكن موكبنا يختلف كونه موكب صادح للحق، ناطق بالحق، يرفض الذل، يرفض محافظ الديوانية الذي جاء على جناح المحاصصة لحزب الفضيلة. نحيي هذه الثقة، نستمد من هذه الثورة العزيمة برفض كل الفساد الذي حصل بالبلد. ونحن الآن نجسد هذه القضية وخرجنا مطالبين بالإصلاح للمحافظة، تحديدا لمحافظة الديوانية، رفض المحاصصة، رفض هيمنة الأحزاب. المتظاهرون طالبوا بتدخل القضاء والجهات ذات العلاقة من أجل محاسبة من ثبت تورطهم بملفات للفساد ظهرت للعلن، متواعدين باستمرار التظاهر لحين تطبيق المطالب. أقل التواصل الاجتماعي نشرت هذه الوثائق اللي يندى لها الجبين، أين أنتم؟ أين أنتم؟ أين النزاهة؟ أين المراقبة؟ أين الرقابة المالية من هذا الفساد؟ اليوم باسم الإمام الحسين نطالب كل نزيه، كل شريف من أهالي الديوانية وبالخصوص القضاء العادل، إن شاء الله أمن به كبير أنه يقوم اليوم دعاوى شاملة ضد هؤلاء الفاسدين. كافي فساد المدينة، أصبحت الديوانية أصبحت من أفقر المدن في العراق بسبب هذه الثلة الجاثمة على القلوب التي لا تقبل أن تتنحى جانبا وأن يحل محلها من هو أصلح لقيادة هذه المدينة. تظاهرتنا القادمة الجمعة القادمة ستكون أكبر إن شاء الله. ولعل الطابع الذي اتصفت به هذه التظاهرات وبحسب منظميها كان ردا على بعض الأصوات التي اتهمت التظاهرات بالانحراف والابتعاد عن المعتقدات الدينية والوطنية. رحبوا معي أعزائي المشاهدين بكل من الناشط المدني الأستاذ جاسم الحلفي ودكتور محمد القريشي، وينضم إلينا الناشط السياسي الأستاذ أحمد الأبيض. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك دكتور محمد. أريد أعرف شلون تقيم أداء الحكومة على مدار 12 سنة، يعني الأحزاب الإسلامية والغير إسلامية. الحكومات المتعددة تقصدين؟ نعم. وليست الحكومة حقيقة. نعم. خلال 12 سنة، نحن نتحدث عن 12 سنة، طبعا الميزانية سلبية جدا، ليست في مستوى أمل الجماهير اللي كانت منتظرة ومعانية طيلة هذه الفترات، وكانت تتمسك فعلا بهذا النهج الجماهير التي تنتظر التغيير، والتي أيضا خرجت بالسنة الأولى بعد التغيير تأكيد هويتها المحبة للإمام الحسين. ذكرت التظاهرات الأولى أو الخروج الأول، ولكن بالحقيقة كان هذه الميزانية العامة لحركة كل السياسيين هي إحباط كبير. نعم.
يعني نعم. لا لكن أريد أسأل سؤال مواطن يعني دكتور، في يعني السنوات الماضية وحتى عند دخول العملية السياسية بعد سقوط النظام، نظام صدام 36 سنة من الحكم الدكتاتوري، دخول بعض السياسيين أو أغلب السياسيين باسم الدين، باسم الأحزاب الإسلامية، يعني بعض السياسيين لبسوا عمامة الدين حتى يدخل في العملية السياسية، ومثل ما شاهدنا المظاهرات اللي موجودة في جميع أنحاء العراق وبالتحديد المناطق الجنوبية وبغداد، تحدثوا كلام صريح جداً باسم الدين باغونة الحرامية، يعني أصبح ردة فعل عند المواطن من يعني للأحزاب الدينية، الأحزاب الإسلامية، الشخصيات التي ترتدي عباءة الدين. يعني حقيقة هذا وصف أيضا بتبسيط الأمور، يعني هناك تيارات إسلامية هي كانت مجاهدة حاربت نظام صدام حسين خارجا، وأيضا تيارات علمانية أيضا كانت تحارب نظام صدام حسين، فعندما دخلت دخلت بألوانها المختلفة العلمانية والإسلامية، لكن الشارع كان أيضا شارع ميال لتأكيد هوية الدينية وهوية التوجه الديني، التوجه الديني طبعا. وهناك أيضا تيار الانتهازي في الشريحة السياسية الذي حاول أن يضخم من هذا الأمر وأن يثير عواطف الجماهير باتجاه مشروع سياسي، ولكن حقيقة لم يطرح مشروع بناء الدولة كل هذه الفترة، كان هناك مشروع لبناء سلطة سياسية ولبناء الأحزاب، نتكلم بكل صراحة ببناء الأحزاب، لكن أريد نتحدث بنقطة مهمة جدا، فشلت الأحزاب الإسلامية في إدارة الدولة؟ لحد الآن احنا في حالة إخفاق، فشلت؟ شامل شامل، هناك فشل طبعا هناك لم تنجح، يعني هاي تجربة المالكي وتجربة المالكي، والآن نحن ندخل في تجربة العبادي، لا يوجد أي مؤشر للنجاح، بالعكس الآن نقارن مؤشرات النمو ومؤشرات النمو في الدول المجاورة ومؤشر نمو العراق، إيران تحت الحصار عندها 0.6 وتركيا 3.6 ورواندا البلد الذي عاش حرب أهلية 7%، في حين العراق 2.6 في السالب. نعم. هذه الحصيلة اللي وصلنا لها. فجاسم الحلفي، هذا اليوم المواكب الحسينية اللي نشاهدها في جميع أنحاء العراق، وأيضا رفع لافتات ضد الفاسدين والمفسدين وضد المسؤولين ويطالبون بالإصلاحات، أكو تحول في يعني الشعائر الحسينية هذا اليوم نشاهدها تختلف عن السنوات الماضية، والكل يطالب بإقالة ومحاسبة ومحاربة الفاسدين. هي أيضا جاوبني شنو هذا التحول اللي صار؟ هو أحد مظاهر حركة الاحتجاج، حركة الاحتجاج اتخذت أشكال متعددة مثل ما هو معروف، ولكن عمقها في محاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي وتخليصه من البناء على أساس طائفي ومن أجل الخدمات وإدارة ظهر المسؤولين عن هذا الشعب، هو هذا سبب كامن عند الناس، فتم استثمار المواكب الحسينية التي هي بالتأكيد يستلهمون من ثورة الإمام الحسين، ثورة ضد الفساد، الثورة من أجل الإصلاح، الثورة ضد الطغيان، وهي أصلاً يعني ثورة الحسين يعني لهذه الأسباب، يعني للإصلاح وأيضاً محاربة الفاسدين والمفسدين. لذلك شهدنا يعني المواكب ليس في كربلاء وحسب، وإنما في البصرة، في بابل، في الديوانية مثل ما طلع تقريركم، في السماوة، في بغداد، في الكاظمية، في النجف الأشرف، مواكب كانت واضحة تطالب بمطالب بمحاسبة الفاسدين والمتلكئين، وفي صحن الإمام الحسين هتفوا باسم حسين باغونة الحرامية، هتاف واضح، آلاف الناس هتفت بهذا الهتاف، وأنا شاهد على هذا الهتاف. أريد أعرف ليش يخلون يعني شكل ديني للدولة، يعني دائما نشاهد الشكل ديني للدولة، والمفروض تكون هي دولة قانون وأيضا خدمات لكل الناس. هم استغلوا الدين واستغلوا الطائفة واستغلوا المظلومية، هذه الشعارات من أجل ليس دفع ظلم،
وإنما هو من تعميق ظلم آخر على الشعب كله باسم هذا استثمروا هذا واستغلوه من أجل السلطة، السلطة بما تعني لهم مال ونفوذ وصفقات. لذلك اغتنوا هؤلاء المسؤولين وهذه الأحزاب التي تسيطرت، نعم. اغتنوا وملكوا فضائيات وملكوا عقارات وملكوا أموال طائلة باسم الدين طبعا، ولكن جعلوا هذا الشعب مسكين. لذلك أحد مظاهر الظواهر اللي هي تعبر عن طقوس دينية، نعم. كربلاء انقلب المواطنين عنهم، ليس هذا وحسب، تشاهدين، نعم. يعني بالسنين الماضية كانوا يصطنعون البساطة، يوزعون شاي، يوزعون أكل، نعم. ويطفون هريسة. يعني المواطن اليوم تفاجأ بكل المسؤولين اللي كانوا شايلين صينيات ويوزعون على الزوار، هاليوم ما شفناها، لأن أدركوا السياسيين أن المواطن العراقي أصبح ذكي واعي. خليني أنتقل إلى ضيفي السيد أحمد الأبيض. أستاذ أحمد، هل تورطت الأحزاب بطرح نموذج إسلامي في حين أن التطبيق في الحقيقة والنهج، حيث لم نرى أي محاسبة للسراق هذا اليوم والمنتمين للأحزاب؟ نعم، بكل تأكيد احنا نتحدث عن مفهوم واسع اللي هو مفهوم يتعلق بالإسلام وتمييزه عن الإسلام السياسي، وهذا جدل الحقيقة مثير في محافل عدة. نعم. الأصل في ذلك أنه العلمانية التي حكمت تحديدا في منطقتنا الآن، نتحدث احنا الشرق الأوسط، أوروبا طبعا سبقتنا بذلك بمراحل عندما تخلصت وفصلت الدين عن الدولة بشكل عميق الذي تعرف بالعلمانية. في منطقتنا العلمانيون طبعا قسموا إلى مرحلتين، وخصوصا بالعراق، بين الزمن الملكي والزمن الجمهوري الذي حكم فيه حزب البعث تقريبا 90% من مدة هذه الفترة اللي نتحدث عنها. كان طبيعي للناس أن تتعلق بال الحركة المناهضة لهذا الوجود العلماني في الحكم، نعم. وكانوا هم الإسلاميين، نعم. يعني القضية مو قضية فهم المجتمع لطبيعة وخلفية وثقافة، نعم. المباني الفكرية لهذه الحركات، نعم. التعاطف كان هو سيد الموقف بالنسبة للجماهير، نعم. والاستبدال من حالة إلى أخرى، نعم. العلمانيين عندما أذاقوا الشعوب حقيقة يعني مآسي، جاء الإسلاميين كم منقذ لهؤلاء. نعم. لكن 12 سنة أستاذ، نعم. أحمد 12، نعم. سنة، يعني إذا نتحدث عن 12 سنة والمواطن العراقي يشعر بخيبة أمل كبيرة، نعم. بسبب أحزاب إسلامية، أحزاب لبست عمامة الدين، أنا أقصد السنية والشيعية اثنينهم، نعم. يعني سواسية، نعم. لبست عمامة الدين وعباءة الدين، وهذا اليوم المواطن انتفض عليها بالمجالس الحسينية وأيضا المواكب الحسينية. خليني أكمل الفكرة ست هيفاء، نعم. أنا أقصد أنه مو الناس مؤمنة وفاهمة مثل التساقها ببعض الحركات الأخرى السياسية، الناس كان البديل هذا أمامها، وأمريكا من احتلت العراق جاءت بالمعارضة، وكل قوى المعارضة كانت أحزاب إسلامية، نعم. باستثناء الحزب الشيوعي العراقي دخل متأخرا بعد مجلس الحكم يعني، نعم. فهذا البديل الحقيقة. أنا أختلف مع كثير من الأخوة حتى اللي تحدثوا مو بعد 12 سنة، نعم. لكن التعبير الناس عن استياهم من هذه الحركة ظهر بعد 12 سنة، نعم. أنا أكد لك وأنت تعرفين والجمهور يعرف من السنة الأولى والثانية والثالثة كان هذا الرصيد من الاستياء من الحركة الإسلامية التي حكمت في العراق، قد بدأ مؤشراته منذ عام، نعم. 2006 عندما شاعت الطائفية، نعم. ولكن في ظل الطائفية ليس هنالك إمكانية للتعبير، في ظل القتل الموجود كان والإرهاب وما شابه ذلك وانفلات القانون في هذه الدولة، نعم. طبعا ما كانك قدرة على التعبير، نعم. اليوم نعم. أكون نعم. لكن بعض السياسيين وبعض الأحزاب تعتمد على الطائفية يعني حتى تغذي يعني أحزابها وجماهيرها، مثل ما شاهدناها 12 سنة. نحن نتحدث على البعض مو على الكل، لأن دائما يعتبون علينا يقول ليش تعممون، لا على البعض، لا شوفي حتى أغلبهم هم يعني بهذه اللون وبهذه الصباغة. شوفي ست هيفاء، حتى نكون منصفين أكثر، هي مو فقط الاعتماد على الطائفية، هي حتى في العلمانية أكو بعض التطرف، نعم. هذا موجود، ولكن ايضا على كل الاحزاب، لكن الفارق وهذا مهم في نقطه غايه الاهميه، انا شخصيا كتبت في هذا المراحل المتقدمه، الاستبداد السياسي يبدو اهون من الاستبداد الديني، نعم. لان ذاك يستبدك وانت رافضه، اما الاخر يستبدك وانت تقدسين، هو هذا الفارق. لذلك استخدام الدين في السياسه بهذا الشكل من الصعب تحرير المجتمع من عنده بسهوله، نعم. لان في قدسيه واكو امور ما تقدرين تناقشيها وشخصيات لا يمكن ان تمسيها، نعم. هذه القدسية موضوعة، وبالتالي هذه القدسية اليوم العراقيين
أشبه ما يكون قد بدأوا بالتحرر منها، لذلك بدأوا يوجهوا الانتقادات إلى شخصيات حتى معممة وإلى شخصيات اتخذت من الدين الحقيقة الستار لتمرير مشروعها والطائفية وهكذا، لأنه الإسلام السياسي الحقيقة في العراق هو عاش جل حياته في المعارضة، لم يكن شريكا سياسيا في البلد قبل 2003، وهذه أيضا مشكلة كان عليهم أن يراجعوها قبل أن يوغلوا في السلطة، شيء طبيعي بعد 10 سنوات من الفشل الناس تنتقدهم. خلي أنتقل إلى الدكتور محمد. دكتور محمد، هذا الخلط اليوم اللي موجود يعني وبين الدين والسياسة يعني موضوع مهم جدا. كمواطن أنا أقبل بالأحزاب الدينية والإسلامية، بس أريد نعرف هل نهجهم ديني إسلامي على خطى الإمام الحسين، على خطى آل البيت، على خطى الإمام علي؟ يعني هذا اللي نريد نعرفه. يعني اليوم أصبح المواطن العراقي يدرك أنه الأحزاب الإسلامية وأيضا عناوينها إسلامية لكن تطبيقاتها مو إسلامية. بالحقيقة أنا عندي شوية ملاحظة على هذا الأمر على ما طرح. هي مشكلة عامة، هي مشكلة المواطن العراقي وإحداثيات هذا المواطن وأولوياته بسرعة، ما إذا كان إسلامي أو علماني. يعني إحنا المنطقة مرت بتجارب متعددة علمانية إسلامية بكل ألوانها، كلها فاشلة. حقيقة المشكلة مشكلة نمط التفكير. التجربة طبعا اللي مضت كانت تجربة بكل إرهاصاتها صعبة عسيرة، من بلد تحت حصار وفقر وكذا، وأيضا من قوى سياسية كانت تقوم في المعارضة وحاملة سلاح، اجت أمام مهمة بناء بلد محطم وعليها أن تضع خطط استراتيجية وعليها أن تجلب كفاءات. لك خليني أداخل بنقطة، يعني نحن نشاهد والمواطن أيضا يشاهد في المواقع التواصل الاجتماعي، يعني اللي كانوا معارضين الصدام واللي كانوا معارضين الحزب البعث للوزراء هذا اليوم يشيدون بوزير التجارة في عهد صدام ويتحدثون عنه كلام جميل جدا وعن نزاهته وعن حرصه على المواطن، ويقولون حصار الدنيا وكان يسلم الحصة التموينية كاملة للمواطن العراقي وما ناقص منها أي شيء. وهاليوم وزراء التجارة بعهد الحكومات الماضية كلها فاسدة، وبعهد حكومات إسلامية وكلها من أحزاب إسلامية. يعني هذا المواطن حتى اللي كان معترض على صدام وحكم صدام ووزراء صدام. طبعا صحيح، بس احنا من أيضا من العسير أيضا مقارنة فترتين مختلفتين، فترة مغلقة وفوقها قوة غاشمة وفترة مفتوحة. لا نتحدث عن قوت الناس، وزير التجارة عن قوت الناس. يعني رغم حصار 8 سنوات حصار للعراقيين، لكن كان الوزير الحصة التموينية تصل لكل مواطن كاملة. اليوم المواطن يحلم بالحصة التموينية، والأحزاب اللي جابت وزراء في وزارة التجارة خلينا نحددها كلهم فازين، وأخيرا طبعًا أمر القاء قبض على وزير التجارة. طبعًا يعني نتحدث على كل الـ بالحكومة هاليوم، يعني ما نستثني أحد طبعًا من الأحزاب والشخصيات السياسية. هاليوم هذا ينطينا انطباع أن الأحزاب السياسية أخفقت في إدارة الدولة. كل مفاصل المجتمع العراقي وتحديدا الأحزاب السياسية عليها مراجعة أدوارها، مراجعة أدائها خلال هذه الفترات السابقة، وعليها أيضا أن تبادر قبل أن تبادر الحكومة في مراجعة الأداء. متى ينفصل الدين عن السياسة؟ مبدئيا هو المفروض احنا في دولة مدنية تفصل بها السياسة عن الدين مبدئيا. وايضا احنا لاحظنا المرجعية الدينية كيف كانت ولحد الان هي مع الاصلاحات ومع ايضا تعميق الخط المدني للدولة والفصل بين الشيئين. لكن المشكلة ايضا في استخدام الناس، احنا الان ما عندنا اي شيء نسيطر على اي واحد يريد يلبس عمامة، ما نقدر نقول له ولا في شهادة يخرج بها للشارع مثل الضابط او وهكذا. ما عندنا مشكلة، قال المواطن يعرف ان احنا ما عندنا مشكلة مع كل المتدينين والاسلاميين ولابسين عمامة بيضاء ان كانت او ان كانت سوداء على راسنا، ونحترمهم كلهم، لكن عليهم انه يحترمون المواطن. المواطن شيء مقدس وعليكم ان تحترموه باسم الدين سرقونا. لكن اريد نقطة مهمة جدا، متى يدرك السياسي العراقي وتدرك الاحزاب الكبيرة اللي لبست عباية الدين ودخلت السياسة بقوة، متى تدرك انه باسم الدين سرقوا هذا المواطن البسيط؟
يعني أنا متفائل حقيقة من أشوف مسيرة الأحزاب من بداية السقوط لحد الآن، من المواجهات اللي هي بدأت بيناتهم بين الأحزاب ومن من من تشنيج الساحة إلى فترة استخدام الخطاب السياسي، الخطاب الطائفي المتوتر، نعم، إلى فترة الآن عقلنة الخطاب، نعم، يمكن الأستاذ جاسم كان في يعني، نعم، زار النجف في الفترة الأخيرة. هناك حقيقة حراك على مستوى الأحزاب، هناك حراك على مستوى الجماهير، نعم، حراك على مستوى الأحزاب. لو المواطن العراقي أدرك أنه هذه الأحزاب لا يعني أخذته إلى المتاهات، يعني أو وصلت إلى متاهات، عام حراك. حتى الأحزاب الآن هي في حالة حراك ولها مبادرات. يعني خلينا نشوف الجزء المليء من الكأس ونشوف أنه أكو، أنا أتصور هناك أمل كبير. وحقيقة إحنا الآن يجب أن ننأى بنفسنا من خلق هذه الثنائيات خطيرة، لأنه إحنا ممكن نقع في طرف آخر مثل ما وقعنا الآن في هذا الطرف اللي موجود، ونقول النظام السابق كان أحسن. لا لا لا، ماكو النظام السابق، ما حد قال كان أحسن، لكن وزير التجارة في المواقع التواصل طبعا الاجتماعي كانوا يتحدثون عن نزاهته، أنه كان حريص على طبعا المواطن ووصل الحصة التموينية، لكن ما تحدثنا عن يعني النظام جيد أو مو جيد. أستاذ جاسم، زرت نجف الأشرف والتقيت بالسيد مقتدى الصدر، وكان هناك حديث مهم جدا عن التظاهرات، عن الإصلاحات، محاربة الفاسدين والفاسدين. شنو النتائج اللي خرجتم بها؟ نتائج مهمة خرجنا بها. أولا يعني كان جدا يهمنا أن نوصل صوتنا الواضح ورؤيتنا حول حركة الاحتجاج، بعدها الوطني، تحشيدها الشعبي، محتواها الاجتماعي، أسلوبها السلمي، طابعها الاستمراري، تنوع أشكالها، مبتغانا في الإصلاح، أهدافنا لإصلاح النظام السياسي وتخليصه من بناء على أساس الطائفية، محاربة منظومة الفساد وفتح ملفات كبار الفاسدين، وكذلك موضوع الخدمات. ومثل ما هو معروف التيار الصدري يمتلك ثلاثة أبعاد للتأثير. نعم. التأثير المجتمعي حيث يوجد عند جمهور، وهذا الجمهور يشارك في المظاهرات، نعم، وعلينا نوصل رؤيتنا لقائد، نعم، هذا التيار، نعم، كي ينقل هذه الرؤية ويمارس ضغط كذلك ودوره في إفهام وتوعية التيار وأنصار التيار بالتوجهات العامة المتفق عليها، نعم، الوطنية. وليش ما البعض يقول أستاذ جاسم، نعم، البعض يقول يعني ذهابكم إلى السيد مقتدى الصدر وإلى النجف تحديدا، أنتم اللجان التحضيرية أو اللجان التنسيقية للتظاهرات، هو بسبب اتهام البعض لكم بأنكم جهة علمانية، جهة ضد الدين، ضد يعني مسميات أخرى. لا، إحنا شوفي، إحنا نحترم الدين ونحترم المقدسات ونحترم المتدينين ونحترم الشعائر، هذا نحترمها، وإحنا صادقين باحترامنا، لأن إحنا من دعاة حرية الضمير وحرية المعتقد والدفاع عنه. إحنا من جامل على هذه الأمور، وإنما هي ضمن قناعاتنا، ولكننا لا نمزج الدين بالسياسة. السياسة لها موقعها والدين إلى موقعه، نعم، رجل الدين إلى مكانه ورجل السياسة إلى مكانه. بالنسبة لنا هذه الأمور واضحة مو ملتبسة، ولكن من الأهمية كذلك، يعني من الأهمية كذلك أن نأكد أنه هذا التيار، سؤالك على زيارتنا للسيد، نعم، سماحة، نعم، السيد مقتدى، نعم، الصدر، هذا التيار كذلك إلى تأثير، هو موجود بالسلطة، نعم، موجود بالبرلمان وموجود بالحكومة. فكيف ممكن أعضاء التيار يعني اللي بالسلطة كبرلمان وزراء يكونوا ضمن حركة الإصلاح، نعم، ضمن محاسبة الفاسدين، ضمن توجه نحو فتح الفساد الكبرى؟ والبعد الآخر هو بعده بوجوده مع المرجعية الدينية، نعم، فممكن أن كذلك أن يلقن رسائلنا وأن يوصل ما نبتغيه، ويمارس كذلك دور تمارس، نعم، تفعيل دور المرجعية في ممارسة الضغط على السياسيين واستنهاض الشارع. نعم. ونقول للناس نحن لسنا في تعارض مع الإسلاميين. نعم، هاي نقطة مهمة جدا حتى يعرف جميع الكتل السياسية واللي اتهم التظاهرات اللي خرجت للإصلاح ومحاربة الفساد هي تظاهرات فقط لمحاربة المفسدين، بعيدا عن البعض ما تحدث أنه أنتوا ضد الدين والإسلاميين. إطلاقا لا توجد لدينا معركة مع الدين، وإنما معركة مع الذين يلبس لبوس الدين ويفسد
ويسرق وينهب ثروات الناس ويتمترس بشعار الدين وبشعار الحسين، ولكن هو الحسين من نبراء. نعم. لأنه هو ما يمثل وما يجسد. نعم. قيم الحسين ولا يجسد ومثل قيم العدالة الاجتماعية اللي تبناها الإمام. نعم. علي. نعم. شنو وعدكم السيد مقتدى الصدر؟ وأعلن ما وعدنا بالمؤتمر الصحفي، قال أنتم الذين بدأتوا المظاهرات والمظاهرات لكم، وأنا داعم وساند للمظاهرات، وأكد على حماية هذه المظاهرات من أي تطاول ومن أي انتهاكات يتعرض لها المتظاهرين، وكذلك دعا الحكومة إلى الاستجابة إلى هذه المطالب المتظاهرين اللي عتها مطالب مشروعة و معقولة، وأكد على الحرص على استمرار هذه المظاهرات والرهان عليها، ويعتقد كذلك أنه هذا التيار المدني الناهض هو تيار سيعمل بقوة من أجل يعني إشاعة الاعتدال بالمجتمع. نعم. بعد هذا التطرف العالي، يعني التطرف. نعم. والإرهاب والتسقيط والإرهاب الفكري والإرهاب السياسي اللي تم إشاعته بالمجتمع، يعتقد أنه هذا التيار سيلعب دور مهم في إشاعة ثقافة الاعتدال. نعم. خلينا ننتقل إلى السيد أحمد الأبيض. أريد أعرف سيد أحمد، شلون تجدون وقوف بعض الأحزاب السياسية مع مطالب المتظاهرين في حين أنهم ممثلين في السلطة؟ يعني شلون تنظروا له؟ شنو يقدرون يعملون للمتظاهرين؟ شوفي، احنا الحقيقة لما ظاهرنا، يعني أستاذ جاسم يدري، يعني بالجمعة الأولى ما كان اكو وجود إلا للناس اللي أنا ما أقول يعني معنى المدنية هي ضد الدينية، هذا خطأ كبير. نعم. لكن الناس الذين يبحثون عن دولة القانون والعدل والمساواة، وهذه لا تختلف كثيرا عن مبادئ الدين، ليس الدين الإسلامي فقط، كل الأديان السماوية. نعم. هي تحقق العدل والمساواة. نعم. في إطار المنظومة القيمية للمجتمع، فإذا هذا المجتمع هو مسلم فيذهب باتجاه الإسلام. نعم. إذا هذا المجتمع مسيحي وهكذا، لكن عندما نأطر ذلك في إطار الدولة. نعم. يجب أن تكون هذه المنظومة القيمية اللي نتحدث عنها، اللي هي تميز ما بين القبح والجمال، حتى اليساريين يتحدثوا عن القبح والجمال. نعم. لا يختلفوا فيها اثنان، لذلك الصراع ليس كما يصوره البعض. نعم. لكن عندما تحركت هذه الطلائع من مشارف فكرية متعددة وكذا. نعم. لم نكن نلحظ. نعم. أنه لا، لكن هي المظاهرات يعني ما تتعلق بالأيديولوجيات. نعم. وأيضا. نعم. والعقائد. هي مطالب خدمات. لا، هو عادة سيد هيفاء، لاحظي في كل الحراك اللي يسعى إلى التغيير يبدأ بحاجات ينتهي بغايات. نعم. الحاجات تحدثت عنها حضرتك، الغايات هي أن تصل بالمجتمع الحقيقي لأن يكون مجتمع حر محكوم بعدالة، وبالتالي يعيش يعني يعيش في ضمن مفهوم التعايش. نعم. لا تحكم الطائفية ونزعة الكراهية، هذا هو أعتقد جذوة ما يحمله كل الناس اللي يفكروا في التظاهر، ليس الذين يشاركوا. نعم. في التظاهر. التظاهر له مستويين، هناك من يخطط. نعم. للتظاهر وينظر للتظاهر، وهناك من يشارك. نعم. وهذه مسؤولية الحقيقة علينا أن تندفع نخبة معينة تستطيع أن توضح هذه المفاهيم. نعم. لكن أستاذ أحمد، في كل سنة يستخدمون المجالس الحسينية والشعارات. نعم. الحسينية للترويج عن شخصيات بعض السياسيين وأحزابهم وأفكارهم، لكن هذه السنة انتهت، يعني. إيه. نعم. هل هو بسبب التظاهرات؟ هل بسبب انتفاض المواطن العراقي؟ هل بسبب الوعي الجماهيري الذي أدرك أين الخلل يعني في نظام الدولة وفي النظام السياسي؟ شوفي، أنا 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 بلغتك يعني الجزء الأول اللي تحدثت بيه أنا، إنه القدسية التي يمتلكها يعني رجل الدين الذي يشتغل في السياسة من الصعب تخطيها في المرحلة السابقة. نعم. اليوم هذه القضية انتهت، وانتهى معها الحقيقة أن تستطيع أي حركة تسمي نفسها حركة إسلامية أن تقنع الجمهور بالغيبيات. نعم. حتى تعوض عن النواقص لعيشها، لذلك حضورهم في المجالس قد لا أتهم الكل. نعم. قد يكون هو يعني لا هداية قناعة كاملة من يحضر المجلس أو يسير. نعم. بالمواكب. نعم. أيضا نحن كلامنا دائما عن البعض، أو عن هذا البعض، هذا البعض الذي تاجر الحقيقة بهذه القضية. بالمناسبة أقول بين قوسين مهمات، هذه المجالس الحسينية مو ولدت اليوم أو بعد 2003، هاي لها عمق تاريخي. نعم. لذلك الذي يفكر أن يختزلها بشخصه أو بنفسه أو بفئته أو في حزبه ويستثمرها لمصالح جانبية يفشل، ولا. نعم. يفشل الموكب. نعم. وهذه قضية معروفة. أنا الحقيقة لا أدعي اطلاعا، ولكن أستاذ جاسم هو يعرف أنه بالخمسينيات الحزب الشيوعي كان يتظاهر في المواكب. نعم. وحزب الدعوة الحقيقة كان لديه مواكب الطلبة، لاحظي هالتيارين المتباينين فكريين. نعم. يعني اليساري والإسلامي
كانوا ينظموا هذه المواكب في خمسينيات القرن الماضي في العراق. لذلك المشكلة ليست في الموكب، لكن الذي لا يحضر اليوم من تجار السياسة الذين استثمروا الدين هم الذين رفضتهم الجماهير الحقيقة. وهذه عفوا في خطاب للأخوة المسؤولين عن الحركة الإسلامية أن لا يستفزوا من بعض الشعارات ظهرت، لستم أنتم المقصودون، المقصودون هؤلاء الذين أعرفهم هذه الليلة، الذين تاجروا بالدين والذين الحق تاجروا بمصالح الناس في آن واحد. هذه هي كل القصة. لذلك أنا أعتقد أنه من أبرز نتائج المظاهرات أنه هؤلاء خرجوا من السياق والمواكب طهرت أنفسها. هذا منجز مهم علينا أن نركز عليه الحقيقة، ونعتبره هو إنجاز للثوار والمتظاهرين في آن واحد. نعم. خلي أنتقل إلى سيد الدكتور محمد، هل اليوم أصبح وعي يعني في نقل هذه الشعائر الإسلامية وأيضا مجالس العزاء؟ اليوم أصبح المواطن العراقي يدرك من يقف إلى جانبه ومن تخلى عنه بسبب أحزابهم، بسبب الفساد الإداري والمالي اللي استشرى هذا اليوم بالدولة. يعني أريد نعرف، المواطن يعرف الكل، الأحزاب اللي موجودة الكل مثل ما تحدث الأستاذ أحمد الأبيض كلها موجودة واليوم تؤدي وتمارس الطقوس الإسلامية، الطقوس والشعائر الدينية، لكن ما شفنا أي حزب لهذه الساعة إسلامي حاسب وزير، حاسب وكيل، حاسب مدير عام، فاسد أو مقصر في عمله. يعني نشوف أيضا الأحزاب الإسلامية متمسكة يعني بوكلائها وزرائها بالفاسدين اللي موجودين، فهذا لهذا أصبح ردة فعل عند المواطن العراقي من هذه الأحزاب. أيضا عندي ملاحظة أنه هذه التيارات الإسلامية والشخصيات قبل السقوط كانت أيضا تمارس هذه الشعائر، يعني الشعائر ليست جديدة عليها، وبالدليل حتى اليساريين والعلمانيين نحن ما ضد الشعائر، يعني بالعكس أنا أريد أوصل فكرة للمواطن. نحن نحترم كل الناس ونحترم كل السياسيين والأحزاب اللي تؤدي هذه الشعائر الدينية وأيضا مجالس العزاء، لكن عندنا نقطة مهمة جدا، أحزاب دخلت بالعملية السياسية، أحزاب دخلت إسلامية. اليوم المواطن العراقي يدرك أنه هذه الأحزاب لديها فساد من خلال دخولها بالحكومة، من خلال وكلاء وزراء. لهذا اليوم هذا الحزب لا أقال وزير ولا حاسب وزير ولا حاسب مفسد، بالعكس يدافع عنا وينسحب من العملية السياسية إذا ينطق أو يتعرض جدار هذه الحزب أو الوزير إلى أي مساءلة. بعد اندلاع الحملة يعني الاحتجاجات مباشرة شفنا أن التيار الصدري والمجلس الأعلى وضعوا وزراءهم تحت عناية وتحت يد إشراف العبادي حقيقة. يعني وكانوا جاهزين أيضا، لكن هناك ضعف في الدولة. الدولة عندما تمارس دورها وعندما أعطيني أيضا أي مسؤول ودين من قبل الدولة والأحزاب وقفت أمامه وقالت لا هذا المسؤول ما حد يوصل، ما صار هذا الشيء. الدولة مقصرة، الدولة لحد الآن لا تمارس دورها كقوة قانونية تفعل ملفات الفساد وتشير إلى الفاسدين وأيضا ترسم خارطة طريق لاسترجاع الأموال. الآن إحنا الآن نتعامل، لكن تتحدث عن دولة، هذه الدولة كل الأحزاب اللي موجودة هذا اليوم ممثلة بها، يعني نتحدث عن أحزاب ممثلة بها، يعني الأحزاب هم أيضا جزء من هناك هذا. هناك حكومة أيضا، هناك أيضا خطة إصلاح، خطة من الأحزاب ولكن هناك خطة إصلاح تساهم فيها، طبعا تساهم كعناصر بها، ولكن هناك تكليف من يعني تكليف وهناك توجه مرجعي، هناك تكليف جماهيري للحكومة للسيد رئيس الوزراء بوضع خطة استراتيجية وعدم بحيث أنه لو تفرض هذه الخطة ما نتوقع تكون تقاطعات. لأنه الآن كل شيء تحت عدسة الجمهور، كل شيء حقيقة تحت مرأة ومضرب الجمهور العراقي، لأنه ما عاد بعد الإنسان صار واعي. أنا أفهم من كلامك أنه أنت تحمل المسؤولية الدكتور حيدر العبادي، الحكومة طبعا، لأن هي المسؤولة. هي المسؤولة الآن، من هو المسؤول أمام الجماهير؟ من هو الآن
على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي وعلى المستوى الجماهيري الحكومة هي اللي تتحمل المسؤولية. الحكومة ممثلة بالأحزاب يعني أنا نقطة يعني العبادي خلينا نتحدث بكل صراحة عندما ينوي أو يحاول يقلل بعض الامتيازات تعترض الحكومة ويعني مثل ما تحدث بعض السياسيين إنه استثنى بعض الأحزاب الكبيرة بحماياتهم وامتيازاتهم حتى لا يزعلون عليه ويسحبون أو يعني تحدثوا بكل صراحة إنه نحن يعني يسحبون الثقة بنا ويخيبون الملعب. تقصير حكومي وتقصير حزبي أيضا طبعا يعني تقصير حكومي لو تقصير أحزاب كبيرة. الحكومة إذا لا تستطيع أن تنفذ برنامج المفروض ما تبقى. واحد عند برنامج مطلوب من عنده برنامج وهناك كوابح بعد المفروض ما يعني ما يقدر يترجم تطلعات الجماهير وأيضا توجهات المرجعية إلى حركة وإلى فعل سياسي وبالتالي بعد طريق مغلق يعني المفروض. وهذه مسؤولية أيضا جمعية وكل مفصل مساهم بالحكومة يتحمل جزء من المسؤولية أكيد. خلينا ننتقل إلى السيد جاسم الحلفي. سيد جاسم حمل الدكتور محمد القريشي مسؤولية للدكتور حيدر العبادي. اليوم الدكتور حيدر العبادي يعني بالإصلاحات اللي أطلقها وأمامه مسؤولية كبيرة جدا. أريد نعرف هل الأحزاب السياسية الأحزاب الدينية الأحزاب الكبيرة المشاركة في الحكومة العراقية أعطت الصلاحية بالفعل إلى الدكتور حيدر العبادي للقيام بالإصلاحات الحقيقية أم أن هناك تكبيل من قبل الأحزاب الكبيرة للدكتور حيدر العبادي؟ وهذا اليوم نتكلم أنه الخلل وأيضا السبب هو عدم تنفيذ الإصلاحات من دكتور حيدر العبادي. شوف هي الأحزاب المتنفذة هي أساس هذا الخراب. نعم. فكيف ممكن لأحزاب هي أسست لهذا الخراب ممكن ورؤوسها ممكن أن يقودون إصلاح؟ يعني هذا شيء غير طبيعي. فحتى هذا التفويض اللي صار والتصويت الجماعي اللي صار من اللحظة الأولى التصويت الجماعي داخل الحكومة وداخل البرلمان هو تصويت موهوم ملتبس. يعني التصويت أتى تحت الضغط هو غير مقنع بالنسبة لنا. أنا شعرت بالقلق من هذا الإجماع لأنه بالحقيقة ماكو إجماع ونبين الأمر انفرط الإجماع في الأسبوع الثاني. بينت المناكدات والمناكفات والحديث واستمر الحديث يعني البعض يقول هذا الإجماع بسبب الخوف من الشارع وضغط الشارع فاضطرت الأحزاب داخل قبة البرلمان بالتصويت وتنحني لمطالب المواطنين ومحاولة منها اعتقادا منها أنه هاي المظاهرات ستكون أسبوع مداها أسبوعين في أكثر الأحوال 3 أسابيع وتنتهي ويرجعون من جديد إلى لعبتهم. ولكن خاب هذا التفكير وهذا التقييم لأن إن المظاهرات تنهي الشهر الثالث وستبدأ بالشهر الرابع وحولت حتى يعني المواكب الحسينية مثل ما هو موضوع حلقتنا إلى حركة احتجاج واسعة جدا شاركت بها ملايين الناس تحتج ضد الفساد وضد المفسدين وضد هذا الوضع الصعب اللي نمر به. وأكدوا سواء المراجع أو سواء المتظاهرين والناس. نعم لكن أريد أعرف أستاذ جاسم أنتم فوضين لهذا اليوم الدكتور حيدر العبادي يعني بهذه الإصلاحات لو انتهى التفويض؟ لا إحنا أصلا لم نفوض لأن ما نؤمن بالتفويض. التفويض شنو؟ البرلمان فوض أن يكون رئيس وزراء. احنا لم نفوض احد. نعتقد نعم في تفويض الاصلاحات انا اقصد. لا احنا شوفي ايدنا الحزمه الاولى من الاصلاح ولو كانت لدينا ملاحظات عليها واعتقدنا انه تعقبها اصلاحات اخرى تروح بجوهر الاصلاح لانه هاي الحزمه اللي اطلقها هي منزوعه من سياقات مهمه هي مو ضمن برنامج عمل متكامل ولا ضمن منهج بوحده قياس ولا ضمن رؤيه واضحه للاصلاح. وكذلك افتقد الاصلاح فريق العمل الاصلاح والجبهه السياسيه للاصلاح. من هم الاصلاحيين اليوم؟ ارد اسال هل هو فقط رئيس الوزراء؟ نعم. عمل فردي ما ممكن ان نعم. ان ينتج يعني تحمل الكتل السياسيه نعم. وحمل كذلك رئيس الوزراء والاحزاب والاحزاب السياسيه المتنفذه بالتاكيد نعم. تتحمل المسؤوليه الاساسيه. كان على رئيس الوزراء ان يبادر. شوفي 3 جهات مسؤوله عن الاصلاح وتدفع بالاصلاح هي المنتفضين المتظاهرين ضد الفساد
المجموعة الثانية أو الطرف الآخر هي المرجعية الدينية اللي أكدت الإصلاح. والطرف الضعيف في هذه الحلقة هو رئيس الوزراء. ما حول أنه وجوده كفرد طلب من الإصلاح أن يحول إلى جبهة سياسية واسعة تتبنى الإصلاح من إسلاميين معتدلين ومن مدنيين ومن متظاهرين ومن قوى مجتمعية واسعة تطالب بالإصلاح. ضيع فرصة تاريخية مهمة، واليوم تعرفين الوضع الإصلاح في تراجع. حولت الإصلاحات إلى جملة من الإجراءات التقشفية، ولو بحد ذاتها تعتبر إصلاح ولكنها مست مكان ما تمس ملفات الفساد الكبرى. ويسترجع أمال العراق التي نهبها الفاسدون هو راح على رواتب الفقراء الموظفين. سيد أحمد، يعني تحدث السيد يعني جاسم الحلفي كلام مهم جدا، وقال انه الدكتور حيد العبادي ما استغل هذا التأييد من الجمهور وايضا من المتظاهرين وايضا من المرجعية للقيام بالاصلاحات الحقيقية. اليوم المواطن العراقي عنده عتب على الكتل السياسية، على الحكومة، على الدكتور حيدر العبادي، على رئيس البرلمان، على رئيس الجمهورية بتقليص رواتبهم. يفهم المواطن بعد 3 اشهر من المظاهرات كانت يعني كان رد الدكتور حيدر العبادي بالتقشف تقشف رواتب الموظفين. الإضافة اللي ذكرتي سيدتي الكريمة هو أيضا ضيع فرصة أن يستفيد من خضوع الكتل السياسية عندما خرجت المظاهرات. وهذه فرصة تاريخية لأي سياسي وحاكم تنفيذي عندما وفي العراق تحديدا عندما كانت الحكومات مللنا من سمع شكواها من الانقسامات والإعاقات التي تسببها الكتل السياسية. هذه اللحظة يعني الزمنية اللي هي أسبوع أو أسبوعين انكفأت الكتل السياسية الحقيقة وسلمت لإرادة الجماهير، كل صوتت يعني داخل قبة البرلمان وصوتت لأول مرة بتاريخ البرلمان العراقي يحضروا 319 أو 306 نائب. هذا لم يحضر الحقيقة هذا في تاريخ ال 13 سنة نتحدث عنها. وصوتت قد تكون جلها غير قابلة وكانت خائفة، ولكن هذا أقوى حتى الحقيقة مع اعتزازي برأي يعني أقوى من كل التأييدات الأخرى اللي حصل عليها السيد العبادي. هذا كان لو أكو فطمة سياسية قوية كان يسير بهذا الاتجاه، وفي هذه اللحظات في تاريخ الشعوب والأمم يخلق القائد. كان يجب أن يتحول من موظف بعنوان رئيس وزراء إلى قائد. لا لكن البعض يقول يعني الدكتور حيدر العبادي كان مكبل بهذه الكتل الكبيرة بالإعلام، يعني يتحدثون عن الإصلاحات وأيضا مساعدة الدكتور حيدر العبادي في تطبيق هذه الإصلاحات، لكن خلف الكواليس هناك رفض شديد لهذه الإصلاحات، وهذا ما تحدث به بعض المقربين من الدكتور حيدر العبادي. خل أحسب لك إياها هذه القضية، جدل هل هو يستطيع لا يستطيع، إعاقات، المفسد لا يصلح، هذه قاعدة هي ليست فقهية، قاعدة بديهية مجتمعية هذه. وأنا لا أقصد المفسد الشخص، أنا أقصد كل النظام السياسي الآن في العراق هو رحم فساد ينتج فساد بسبب هيمنة الكتل السياسية والأحزاب. قانون الانتخابات يفصل وفق الثوب على مقاس أجسامهم، مفوضية توزع فيما بينهم، يجروا للانتخابات قبل الانتخابات بشهر أو شهر يثور الطائفية كنزعة والصوت الحقيقي يجعل الاحتقان والحقن الطائفي هو المورد فينتجهم كزعماء الطوائف. هذه هي القصة في العراق. لذلك هذه اللعبة الحقيقة لعبة ما بين قوسين الختيلان اللي الأطفال يلعبوها أصبحت مكشوفة. لا يعلل السيد العبادي عدم قدرته على الإنجاز والسير في الإصلاح. طبعا بالمناسبة احنا عندنا قضيتين، عندنا محاربة الفساد والإصلاح. صحيح هم قد يكونوا متباينين لكن مختلفين في المفهوم والمنهج. هو كان عليه أن يوضح للشارع يا أما يتمسك بمفهوم مكافحة الفساد ويقول سوف أذهب بهذا الاتجاه ولن أستطيع أن أصلح الآن، أو يذهب إلى الإصلاح ويقول سوف لن أستطيع مكافحة الفساد. لكن تحدث الرجل بكل صراحة يعني في مؤتمر صحفي وقال يعني أنه كان عنده ميزانية خاوية بها 3 مليارات. وأيضا استلم الحكم وداعش يحتل بعض المناطق يعني في العراق. مو يذهب ليستقطع رواتب الموظفين، أنا مع أن يستقطع رواتب كبار الموظفين، بس أنا لدي معرفة الحقيقة وقرأنا في الموازنة وممكن يغنينا السيد النائب 4 مليارات وشوية دولار الآن مخصصة يمكن للرئاسات. هذا الانطلاق لو اكتشف الشارع راح يصير مشكلة أكبر. نعم، مش قد انطيني اربعة 4.2 مليار دولار.
الحقيقة هاي الثلاثة في موازنة 2016 نعم خلي يكشفوا هذا الرأي العام. أنا الحقيقة لدينا نحن اليوم نطالب من الدكتور سليم الجبوري ونطالب من مجلس النواب العراقي قبل التصويت على موازنة 2016 أنه يكشفون الأموال اللي خصصت للرئاسات الثلاثة. خلي يكشفوها لأنه أنا أعرف في استعداد لإضراب مدني عام الحقيقة. نعم خلي يكشفوها. لا يروحون على واحد راتبه 600 ألف دينار ما تسدد الحقيقة أجور الكهرباء اللي يدفعها للمولدات ويجون يستقطعون من عنده 100 ألف دينار. يعني كل الرواتب كل الرواتب أستاذ أحمد راح تكلف فقط يعني التقشف مالها مليار واحد. لا هذا مو صحيح. مئات المليارات هم سارقيها يعني بعض السياسيين. عفوا للمقاطعة ستيف هذا غير صحيح. أنا رجل مختص في هذا الجانب وأعرف ماذا يحصل. المليار دولار سيدتي اللي يتحدث عنها وزير المالية مو صحيح. نعم. لأنه مخصصات الرئاسات الثلاثة مخصصات أقصد وليس رواتب. نعم. أنا أقول لك بالشهر مليار دولار وليست كذا وخلي يكشفون الأرقام. خلي يكشفون. لكن هو يقصد رواتب الموظفين يعني رواتب. إيه قلل الفقراء مليار دولار صحيح. رواتب الفقراء هذا ما كنت أقصده. بالضبط. لكن الرئاسات الثلاثة مثل ما تحدثت السيد أحمد الأبيض يعني معلومة خطيرة جدا مليار دولار كل شهر. طبعًا. يعني أريد أيضا. وهذا العفو ستيفا. سليم الجبوري ومجلس النواب ممثل الشعب العراقي قبل التصويت على موازنة 2016. خلي يكشفوا الأرقام. إنه يكشفوا الأرقام خلي المواطن يكون هو الحكم. لا يجي يسوي لي بلوك على رواتب الرئاسات الثلاثة يسوون بلوك بكل الموازنات وأنا أتحدث. أي واحد من العراقيين يعرف ما هو مقدار راتب رئيس الجمهورية. آخر رقم سمعناه قالوا 80 مليون خفضوا 8 والعام عندما تحدث رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان قالوا 46 مليون. لا ندري حقيقة الأمر. نعم. أكو واحد عراقي يعرف قد راتب رئيس الجمهورية؟ نعم. أنا أكيد أعرف راتب أكيد يعبر 100 مليون. عفوا خلي ألطف الجو وأختم بذلك. أنا أعرف قد راتب ملك إسبانيا وأنا عراقي. قد راتب؟ 10,000 دولار. وأنا أعرف راتب رئيس الجمهورية العراق 10,000 دولار. راتب ملك الأردن تقريبا 9,000 دينار أردني. نعرف لأن تنشر رئيس العراقي رئيس الجمهورية العراقي ما حد يعرفه يعني يعبر المئة مليون ما أعرف ألف دولار ما أعرف والله ما أدري. لأن ليش أجاوبش على شيء؟ لأن إذا الطبين هسه على أي ويب سايت مملكة الأردنية الطبين على مصر الطبين على أي دولة قد رئاسة الجمهورية قد الراتب على النت موجود. يعني نتمنى أنه يتبعون يعني يعني والله ما أعرف شحتي على هاي الأرقام دخل أرقام كلش كبيرة والله دخنا. أستاذ محمد أريد أختم وياك يعني تتحدث بهذا الموضوع يعني نتمنى أنه كان كل السياسيين أنه يعني بصراحة أنه يمشون على نهج الحسين الإمام الحسين والإمام علي وآل البيت. يعني اليوم نشاهد الفروقات الكبيرة بالرواتب 100 مليون وأيضا 80 مليون و 46 مليون والمواطن مهجر وأيضا يجون يقطعون راتب الفقير اللي عايش على راتب. الإمام الحسين عليه السلام يقول إذا كنتم إذا يعني بسرعة يعني إذا ما عندكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. فكان يخاطب إنسان كافر. المشكلة الآن هذه الجماهير تخاطب من؟ نعم. تخاطب من تبنى خط الإمام. نعم. أخطر شيء في هذه المعادلة. نعم. أخطر شيء في معادلة العراق. نعم. وفي معادلة حقيقة شيعة العراق اللي كانوا مظلومين الآن في هذا الحكم. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلمة. المسؤول اللي كل هاي السنين يحتمي باسم الدين ويسوي مجالس حسينية ويطبخ هو يسرق قوت الشعب ومعيش الناس بالحرمان انكشف وما عادت هاي الأمور تمشي. إذا أنتم حسينيين صدق تحفظون الأمانة تحفظون الأمانة وتعيشون مثل عيشة الناس مو صارت لكم مملكات وفضائيات على حساب الناس. شوفوا وضع المستشفيات ووضع المدارس ووضع الأرامل والأيتام اللي تارس البلد وشوفوا عدد المتسولين اللي تارسين الشوارع وأنتم عايشين بالنعيم. نهج الحسين مو هيك هذا نهج أعداء الحسين والناس عرفتكم بعد ومستحيل توصلون للسلطة لأن ما شافنا وما شافوا منكم بس الأزمات والحروب والمفخخات. التظاهرات مستمرة في عموم العراق وراح تزيد أكثر وأنتوا ما عندكم بعد أي عذر. صلحوا موقفكم واحفظوا ما تبقى من ماي وجوهكم احفظوا ما تبقى من ماي وجوهكم وسووا إصلاحات حقيقية مو ركضوا على رواتب الموظفين واصبحون على وطن آمن. في أمان الله. We'll be right back.